بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. طبعا استكمالا لموضوعنا فيما يخص حل أسئلة سنوات سابقة للثانوية العامة الفيزياء المملكة الأردنية الهاشمية، عندي هنا سؤال مباشر يقول لي أكمل المعادلتين أعتذر عن الخطأ المعنويتين التاليتين. أعطاني فراغ سهم N714 من نيتروجين نظير نيتروجين، وأعطاني هنا هذا الرمز، أعطاني فراغ وأعطاني ثم هذا الرمز. طبعا ماذا نقصد بهذا الرمز؟ هذا الرمز نظير النيوترينو أو ما يسمى أنتي نيوترينو أنتي نيوترينو، ونحن نعرف من خلال دراستنا أن أنتي نيوترينو أو نظير النيوترينو ويصاحب انبعاث إلكترون وتحلل نيوترون. إذا ما الذي سوف يجري هنا؟ إلكترون، إذا بعث إلكترون، إلكترون سالب طبعا، بعث إلكترون سالب، إي سالب 1 0. إذا الآن نوازن وفقا لمبدأ حفظ الكتلة، وهنا طبعا للمبادئ، مبادئ حفظ الكتلة كما تعلمها وحفظ العدد الذري، 7 زائد سالب 1 6، 14 زائد 0 14. نعلم أن هنا النضيد هنا مهمل الكتلة مهمل الكتلة طبعا لا يؤثر بتاتا. إذا يجوز أن نضع لنا إكس، نضع 7 زائد سالب 1 6، 14 زائد 0 14. إذا إكس 14 بالأعلى، 6 في الأسفل، لأن نضيد النيوترينو مهمل الشحنة والكتلة. مرة أخرى عندنا هنا البي، لاحظ بي 1 في الأعلى 1 في الأسفل، معطى لي فراغ زائد فراغ زائد، وما هذا الرمز؟ هذا رمز البوزيترون، هنا أنتي بوزيترون أو ضديد البوزيترون، هنا البوزيترون نفسه. ما الذي يصاحب البوزيترون؟ ما الذي يصاحب البوزيترون؟ لا بد لك عزيزي من أن تتعلمها. إلكترون موجب هنا طبعا، الله، هذا الإلكترون الموجب بهذه الحالة، ها هو إلكترون موجب كما تعلمنا طبعا. نحن في خلال سلسلة الدروس على القناة تعلمنا، عندما درسنا الكتاب المدرسي تعلمنا. إذا يصاحب البوزيترون، يصاحب الإلكترون موجب بهذه الحالة، موجب 1 و0. إذا لاحظ هنا يكون عدد في الأسفل مساويا، يعني عدد زائد 1 يساوي 1، إذا العدد سيكون مساويا للصفر في الأسفل. في الأعلى سيكون عدد زائد 0 يساوي 1، عدد زائد 0 يساوي 1، إذا العدد يساوي 1. إذا 1 بالأعلى 0 في الأسفل، هنا طبعا كما تعلمنا مهمل الشحنة والكتلة، مهمل الكتلة والعدد الذري عفوا. إذا ما هو هذا الرمز؟ هو رمز نيوترون طبعا، إن 0 موجب 1، 0 زائد 1 1، 0 زائد 1 1. إذا نحن هكذا أكملنا المعادلتين النوويتين. إذا كان هذا السؤال الأول في الفيديو، نذهب سؤال آخر. أولا عندنا هنا في الشكل المجاور دارة كهربائية، إذا علمت أن قراءة الفولت ميتر، هنا الفولت ميتر، هنا طبعا الموضوع 25 فولت، بالاعتماد على القيمة المثبتة على الرسم، احسب ألف مقدار المقاومة ميم كما هو واضح هنا، ب فرق جهد الكهرباء بين النقطتين، ها ودال. بهذا الأسلوب طبعا. طبعا والله هو أعطاني أن هنا عندي مقاومة 4 أوم، هنا مقاومة داخلية 1 أوم، أعطاني هنا مقاومة داخلية 1 أوم وقوة دافع 13 فولت عفوا، وهنا 30 فولت. يعني أنا لا أعرف من أين تأتي هذه الأخطاء، هذه 13 فولت، هذه أنا ما أعتقد أن أصلحها. وهنا عندي 5 أوم، هنا المقاومة، هنا المقاومة المطلوبة هي مقدار مقاومة ميم، هنا ميم. لاحظ أعطاني هو شكل الرسم، شكل التيارات. لاحظ هنا من هنا، يعني إذا أنا عندي أنا تيار 1 خارج من النقطة ها يساوي التيارين داخلها، تيار 3 والتيار 2. إذا نبدأ نشرع بالحل مباشرة. هنا نأتي نحن من هنا طبعا، أنا عندي هنا تيار 1 عندما يمر هنا إلى هنا طبعا، ما الذي سوف يجري في هذه النقطة؟ هنا نرى أول طبعا بداية أن قراءة الفولت ميتر، قوة دافع ناقص تيار ضرب مقاومة كما تعلمنا، قراءة الفولت ميتر قوة دافع ناقص تيار ضرب مقاومة. القوة الدافعة موجودة عندي 30 فولت، 30 ناقص التيار الذي لا أعلمه، تيار 1 هو الذي سوف يمر عبر هذه الدارة، ضرب المقاومة طبعا 1، المقاومة الداخلية طبعا ميم
دال هنا ميم داخلي، اعتذر. اذا طبعا هو قال لي انها 25، خد فولت ميتر 25 يساوي القوة الدافعة 30 ناقص التيار الذي لا أعلمه تيار واحد ضرب المقاومة الداخلية التي تساوي واحد. إذا أطرح 30 من الطرفين سالب 5 سالب 5 يساوي سالب تا واحد، إذا تا واحد تساوي 5. إذا بهذه الحالة إذا هنا عفوا تا واحد تساوي 5 أمبير. إذا نحن الآن وجدنا التيار الأول تا واحد مساوي 5 أمبير كما هو واضح هنا. الآن أعيد نفس حتى هنا طبعا، لاحظ هنا الآن سوف أمر عبر هذا المسار طبعا سالب تيار 3 1 زائد 5 5 زائد 1 المقاومة الداخلية طبعا إلى هنا طبعا ناقص تيار 1 لأنه عكس طبعا عكس اتجاه التيار، سيكون بدل ناقص تيار 1 1 ضرب 4. طبعا ومررنا هكذا فهو نمر هنا في الموجب هو زائد قوة دافعة 1 زائد قوة دافعة 2. طبعا أنت لك الترتيب، أنا هنا حللت بترتيب معين، الترتيب لا يختلف. لو عكست الاتجاه موجب موجب هنا سالب سالب سيعطيك نفس الجواب. مرة أخرى أنا مررت بهذا الاتجاه، قررت أن أخذها بهذا الاتجاه حتى أجد تيار 3، حتى أجد تيار 3 لاحظ بهذا الاتجاه مررت فعكست اتجاه التيار فسجلت سالب 3 سالب تا 3 وخمسة زائد واحد 6 ناقص تيار 1 1 زائد 4 1 زائد 4 نمر بهذا الاتجاه زائد قوة دافعة هنا بالموجب، ومن هنا عندما أمر أيضا أمر بالموجب يساوي 2 طبعا قاعدة كيرشوف الثانية كما نعلم. ومن هنا أكمل. إذا سالب تا سالب 6 تا 3 هنا طبعا تا واحد وجدناه قبل قليل 5 سالب 5 في 5 1 زائد 4 5 قوة دافعة 1 13 قوة دافعة 2 30. إذا وبهذا الشكل سالب 25 زائد 43 يعطيني طبعا 18 سالب 25 زائد 43 18. عندما أخرج 18 للخارج سالب 18 تقسيم سالب 6 زائد سالب 6 18 تقسيم 6. إذا تيار 3 يساوي 3 أمبير. أرجو أن تكون واضحة لكم أحبتي. هنا مرة أخرى في عبر هذا المسار أنا أخذت مسار هنا عكس اتجاه عقارب الساعة بهذا الشكل، بدأت من نقطة ها وهبطت بهذا الشكل فعكست اتجاه التيارين كلاهما، كان اتجاههما كما حط سالب وسالب. ايضا انا حفظت على الرسمه هنا حتى يسهل علي الحل مباشره. انا الان الفكره عندي كانت هي ايجاد المقاومه، طبعا هي هذا هو المطلوب. بما اننا كما حللنا قبل قليل تا 1 تساوي تا 2 زائد تا 3 كما هو واضح في الرسم، تا 1 تساوي تا 2 زائد تا 3 قاعده كيرشوف الثانيه. اذا فاذا نقول تا 2 يساوي تا 1 ناقص تا 3، لو حللنا لتا 2 هي تا 1 ناقص تا 3. إذا 5 ناقص 3 يساوي 2 أمبير. إذا هنا التيار 2 أمبير، التيار هنا 2 أمبير. إذا دعونا الآن نأخذ هذا المسار، نأخذ هذا المسار بهذا الاتجاه بهذا الشكل أو حتى بهذا الشكل. طبعا يجوز لك كلا الاتجاهين، يجوز لك أيضا أن تربط مع المسار هذا. أنت هنا يعني لك مطلق الحرية. أنا أعتقد أن هذا المسار أسهل أو أكثر عملية. ناقص تيار 1 ناقص تيار 1 ضرب طبعا 1 زائد 4 لأنه هنا 4 زائد 1 طبعا 1 زائد 4 زائد 30 طبعا ندور بهذا الاتجاه سأهبط على الموجب زائد 30 طبعا. وهنا أيضا عكست الاتجاه ناقص تيار 2 ضرب المقاومة يساوي 0. أنا أخذت عبر المسار العلوي بهذا الشكل عكست اتجاه التيار الأول. إذا سالب تيار 1 ضرب المقاومة الداخلية والمقاومة هنا 4 زائد طبعا بهذا الشكل. عندما سوف أدخل من هنا سأدخل على 30 موجب 30 فولت طبعا. وأيضا هنا عكست سالب تيار 2 ضرب المقاومة. إذا سالب 5 تيار 1 وهنا بهذا الشكل سالب 5 تيار 1 سالب 5 ضرب 5 تيار 1 5 وهنا ضرب 5 زائد 30 ناقص 2 ضرب المقاومة
سالب 25 زائد 30 هو عبارة عن سالب 5 بهذا الشكل. طبعا موجب 5 عفوا، أخذ الخمسة إلى الخارج تصبح سالب 5، سالب 5 تقسيم سالب 2 يصبح عندي مقاومة يساوي 2.5. إذا أنا هنا وجدت المطلوب الأول بأن المقاومة باستخدام قاعدتي كيرشوف الأولى والثانية، وجدت بأن المقاومة تساوي 2.5 أوم. الآن طبعا هو طلب مني فرق الجذر الكهربائي من النقطتين حا ودال بهذه الصورة، حا ودال طبعا، واحد هنا الجهد عبرهما بهذا الشكل. طبعا أنا الآن عرفت مقدار، طبعا هو بسيط جدا، أنا عرفت الآن مقدار عندي المقاومة، وعرفت مقدار التيار، تيار 3 أنا أعرفه الذي كما تحدثنا يساوي 3، هو يساوي 3 أمبير، والمقاومة 5. إذا 5 ضرب 3 لا وجود لأي عائق أمامهما، إذا 5 ضرب 3 ويساوي 15 فولت. إذا كان هذا الفيديو لسؤالين، الأول كان عن انبعاث البوزيترون وانبعاث نظيد البوزيترون، تحدثنا كيف نوازن المعادلة. السؤال الثاني كان سؤالا عن قاعدة كيرشوف. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك بالقناة، كتابة التعليقات والأسئلة. أشكر لكم حسن استماعكم مرة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.